مرحبا بكم أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي العلمي. درسنا اليوم في مادة الفيزياء في الوحدة الثالثة الدرس الثاني، وهو درس انتزاع الإلكترونات وتسريعها. أعزائي الطلاب، تعرفنا في الجزء الأول من هذا الدرس على الانتزاع الإلكترونات وكيف يقدم طاقة للإلكترون فينتزع خارج المعدن. اليوم سوف نتعرف على كيف نسرع هذا الإلكترون وما هي كيف يمكن تسريعه وما هي الاحتمالات. إذن سوف نأخذ اليوم تسريع الإلكترون باستخدام الحقول الكهربائية. إذن تسريع الإلكترون باستخدام الحقل الكهربائي. لدينا حالتين أعزائي الطلاب. الحالة الأولى هو أن يكون الإلكترون ساكن أو يتحرك بسرعة توازي الحقل الكهربائي. إذن تسريع الإلكترون ساكن، أو تكون احتمال أن يكون سرعته توازي سرعته الابتدائية توازي الحقل الكهربائي، أو يتحرك بسرعة توازي الحقل الكهربائي. العنوان الأول هو أن يكون الإلكترون ساكن، وهو سوف ندرس هذه الحالة. نفرض لدينا الإلكترون ساكن، يعني هذا الإلكترون ساكن موجود ضمن نافذة في لبوس سالب لمكثفة. هذه المكثفة هي التي تطبق الحقل الكهربائي الذي سوف يقوم بالتسريع، أي يكون هذا اللبوس للمكثفة شحنته سالبة. أعزائي الطلاب، يوجد في هذه اللبوس نافذة، هذه النافذة يدخل فيها هذا الإلكترون بسرعة صفر في البداية. اللبوس الآخر تكون شحنته موجبة، ويحوي أيضا نافذة مقابلة للنافذة التي يدخل منها الإلكترون. إذن لدينا إلكترون هنا أعزائي الطلاب، هذا الإلكترون تكون شحنته سالبة وموجود في اللبوس السالب. الحقل الكهربائي تكون جهته دائما من الموجب إلى السالب، والمكثفة تنتج لدينا حقل كهربائي. هذا الحقل الكهربائي يكون منتظم، أي خطوطه متوازية. إذن حقل كهربائي منتظم، هذا الحقل الكهربائي جهته من الموجب إلى السالب، جهة الحقل الكهربائي. الحقل الكهربائي يفرض قوة كهربائية، هذه القوة الكهربائية على الشحنات. الشحنات إذا كانت الشحنة المتأثرة بالحقل سالبة فتكون جهة القوة عكس جهة الحقل، وإذا كانت موجبة فتكون جهة القوة تساوي جهة الحقل. الإلكترون هنا أعزائي الطلاب يكون سالب، إذا تكون القوة التي يطبقها تكون عكس جهة الحقل، أي جهة القوة الكهربائية FE. إذن القوة الكهربائية FE تكون جهتها بهذا الاتجاه، أي من السالب إلى الموجب، والحقل الكهربائي جهته من الموجب للسالب، وذلك هذا الاختلاف لأن شحنة الإلكترون تكون سالبة. إذن نفرض لدينا إلكترون ساكن في اللبوس السالب لمكثفة مشحونة، هذه المكثفة مشحونة، وفرق الكمون بين لبوسيها نرمز له بالرمز U أو URB، فرق الكمون بين الموجب والسالب. القوة الخارجية المؤثرة على الإلكترون سوف ندرسها دراسة تحريكية. إذن الدراسة التحريكية، القوة الخارجية المؤثرة فقط القوة الكهربائية. إذن القوة الخارجية المؤثرة هي القوة الكهربائية التي نرمز لها بالرمز FE، القوة الكهربائية التي تطبق على الإلكترون. أيضا توجد قوة ثقل ولكنها صغيرة جدا مهملة أمام القوة الكهربائية، فنهمل قوة الثقل فيبقى فقط القوة الكهربائية. نطبق العلاقة الأساسية في التحريك الانسحابي التي تقول مجموع القوى الخارجية يساوي الكتلة في التسارع، وبالتالي فقط لدينا FE. إذن FE يساوي M في R،
علاقة شعاعية نسقطها على محور نفرضه بهذا الاتجاه، محور X فتحة X بجهة الحركة. إذا بالإسقاط على محور أفقي بجهة الحركة، بجهة الحركة يكون لدينا أعزائي الطلاب FE والA موجبات، فيكون لدينا FE القوة الكهربائية يساوي M بA، حيث M هي كتلة الإلكترون، يمكن نرمز لها بME أو M. FE هي القوة الكهربائية. كيف يمكن حساب القوة الكهربائية انطلاقا من الحقل؟ لدينا القوة الكهربائية FE تساوي جداء الشحنة E ضرب جداء الحقل، حيث E هو شدة الحقل الكهربائي و E هو شحنة الإلكترون. بالتعويض أعزائي الطلاب يكون لدينا E في E يساوي كتلة الإلكترون في التسارع. A التسارع إذن A يساوي E في E على M E. هذا المقدار هو أعزائي الطلاب هو مقدار ثابت. هذا المقدار هو مقدار ثابت. E في E يساوي M في A. A أعزائي الطلاب هو الحقل الكهربائي يساوي فرق الكمون U A B أو U على D. فيكون لدينا E الحقل الكهربائي يساوي U فرق الكمون بين الموجب والسالب على D، أو D هو المسافة بينهما. فبالتعويض يكون E في U على D يساوي ME في A. نوجد A أعزائي الطلاب، إذن A يساوي E في U على ME في D. من هذه العلاقة يتضح لدينا أن E شحنة الإلكترون وكتلته ثوابت والمسافة ثابتة وفرق الكمون بين الموجب والسالب ثابت، إذن التسارع يساوي constant، أي أن التسارع ثابت، أي أن الحركة مستقيمة متغيرة بانتظام. إذن الحركة مستقيمة متغيرة بانتظام. بما أن الحركة مستقيمة متغيرة بانتظام، والمطلوب نوجد سرعة الإلكترون عندما يصل إلى القطب الموجب، إذن إيجاد سرعة الإلكترون عند الوصول إلى اللبوس الموجب، نطبق أحد توابع الحركة المستقيمة المتغيرة بانتظام. إذن لدينا V مربع ناقص V صفر مربع يساوي 2A في المسافة في D. هذه العلاقة هي واحدة من توابع الحركة المستقيمة المتغيرة بانتظام. في صفر سرعة عند البداية، وفرضنا أن الإلكترون ساكن عند البداية، إذن في صفر يساوي صفر، فيكون لدينا في مربع ناقص صفر يساوي 2 في أعزائي الطلاب هو E في U على ME في D. ضرب D، إذن فقط عوضنا التسارع، فيكون لدينا في مربع يساوي نختصر دي مع دي يساوي 2 اي في يو على ام اي، وبالتالي يكون في يساوي جذر هذا المقدار 2 اي في يو على ام اي، وهي سرعة الإلكترون عند الوصول إلى اللبوس الموجب. هذه العلاقة أعزائي الطلاب يمكن تطبيقها وهي صحيحة دائما، بشرط أن تكون سرعة الإلكترون صغيرة بالمقارنة مع سرعة الضوء، حتى لا ندخل في تغير الكتلة وغيرها من مفاعيل النظرية النسبية. إذن تقبل هذه العلاقة دائما بشرط أن تكون السرعة أقل من سرعة الضوء بكثير، حتى لا ندخل في موضوع النسبية، وهي تعطينا سرعة الإلكترون إذا كان انطلق من السكون. حتى لو كان له انطلق بسرعة ابتدائية وهذه السرعة الابتدائية موازية للحقل، أيضا يمكن تطبيق هذه العلاقة وإيجاد سرعته عند الوصول.
يمكن الوصول إلى نفس هذه العلاقة أعزائي الطلاب بطريقة أخرى. هذه الطريقة ليست العلاقة الأساسية في التحريك الانسحابي، إنما طريقة نظرية الطاقة الحركية. هناك طريقة أخرى، إذن بتطبيق نظرية الطاقة الحركية طريقة ثانية. نظرية الطاقة الحركية تقول أعزائي الطلاب تغير الطاقة الحركية يساوي مجموع أعمال القوى الكهربائية. القوى الخارجية، القوى الخارجية هي فقط القوى الكهربائية. إذن دلتا إي كي هي إي كي 2 ناقص إي كي 1 يساوي عمل القوى الكهربائية فقط. عمل القوة الكهربائية يساوي جدال القوة الكهربائية في الانتقال، يعني اف اي ضرب القوة ضرب الانتقال. إذا يساوي اف القوة الكهربائية في الانتقال. اي كي 1 صفر أعزائي الطلاب كون السرعة الابتدائية معدومة. إذا بما أن في صفر يساوي الصفر معناته اي كي 1 يساوي الصفر. وبالتالي يكون الطاقة الحركية اي كي 2 تساوي اف اي هي اي ضرب اي ضرب دي. واي أعزائي الطلاب هو يو على دي بالتطبيق، حيث اي هي الحقل الكهربائي. اذا اي كي تساوي اي في يو على دي في دي. نختصر دي مع دي، يبقى لدينا اي في يو. يو هو فرق الكمون بين اللبوسي المكثفه واي الشحنه الكهربائيه. وجدنا فقط اي كي اعزائي الطلاب. اي كي هي نص ام بفي مربع يساوي اي في يو. اذا في مربع يساوي E في U على M، حيث M هي كتلة الإلكترون مضروب باثنين. إذن V يساوي تحت الجذر 2 E في فرق الكمون على كتلة الإلكترون. وأوجدنا نفس العلاقة لكن باستخدام نظرية الطاقة الحركية. نأخذ الآن أعزائي الطلاب الحالة الثانية، وهي عندما يتحرك الإلكترون لكن في حقل كهربائي، وهذا الحقل الكهربائي عمودي على سرعتي. إذن الحالة الثانية، الإلكترون يتحرك في حقل كهربائي عمودي على سرعته الابتدائية. نفرض الآن أن اللبوسي المكثفة بهذا الشكل أعزائي الطلاب، مثلاً القطب الموجب نفرضه من الأعلى موجب، والقطب السالب من الأسفل، فإنه سوف يفرض حقل كهربائي. هذا الحقل الكهربائي جهته من الموجب إلى السالب وحقل منتظم. إذن الحقل الكهربائي جهته نحو الأسفل. بهذا الشكل نكون رسمنا الحقل الكهربائي. نفرض الآن أن لدينا الكترون، هذا الكترون يأتي بسرعة ابتدائية وفقية. بما أن الحقل الكهربائي عمودي، الحقل الكهربائي إيه عمودي، فإن الإلكترون عمودي عليه أن يأتي بسرعة أفقية. نرسم من هذا الاتجاه مثلا السرعة الابتدائية في صفر. بهذا الشكل يأتي الإلكترون، ماذا سيحدث عليه؟ سوف عندما يدخل منطقة الحقل الكهربائي يتأثر بقوة، هذه القوة جهتها عكس جهة الحقل كون الإلكترون هذا سالب. إذن بما أن الإلكترون سالب سوف يتأثر بقوة عكس جهة الحقل بهذا الشكل، فإنه سوف ينحني وفق مسار بهذا الشكل. المطلوب نستنتج معادلة حامل المسار أثناء تحرك الإلكترون. إذن ادرس حركة الإلكترون واستنتج معادلة حامل المسار. الدراسة تحركية أعزائي الطلاب، جملة المدروسة هي الإلكترون القوى الخارجية المؤثرة. إذن القوى الخارجية المؤثرة هي فقط القوة الكهربائية FE. نفرض أن الإلكترون موجود فيها عند هذه النقطة أعزائي الطلاب. القوة الكهربائية تكون جهتها عكس جهة الحقل، إذن بهذا الشكل هي القوة الكهربائية FE. ما غيرها أعزائي الطلاب لا يوجد، لأننا أهملنا قوة الثقل لأنه الإلكترون خفيف، يعني الثقل مهمل. وبالتالي القوة الخارجية المؤثرة هي فقط القوة الكهربائية. نطبق العلاقة الأساسية في التحريك
الانسحابي. العلاقة الأساسية في التحريك الانسحابي أعزائي الطلاب تقول سيجما F يساوي M في A. بالتعويض فقط لدينا القوى الكهربائية، إذن FE يساوي M في A. هذه العلاقة سوف نسقطها على محورين، محور إكس إكس فتحة أفقي، ومحور آخر عمودي واي فتحة واي، ووجهنا واي نحو الأعلى كونه الموجب منها. على التوجيه أعزائي الطلاب لا يضر كثير. إذن FE تساوي M بR بالإسقاط على محور الأفقي إكس فتحة إكس، محور أفقي. بالإسقاط أعزائي الطلاب القوة FE هي عمودية، أي أنها مع المحور واي، مسقطها على المحور إكس صفر، وبالتالي يكون صفر يساوي M في AX، ومنه AX يساوي صفر. إذن بما أن التسارع معدوم، إذن الحركة مستقيمة منتظمة، الحركة مستقيمة منتظمة سرعتها ثابتة، VX هو نفسه V صفر، وتابعها التابع الزمني للحركة المستقيمة المنتظمة هو X يساوي V صفر اللي هو VX، V صفر زائد X صفر. ونفرض أن نقطة بداية الدراسة هو الصفر، وبالتالي يكون X صفر فاصلة البداية V صفر في T، إذن X تساوي V صفر في T زائد X صفر، هو التابع الزمني. X صفر نفرضه أنه صفر، X صفر يساوي صفر أو الانطلاق من مبدأ الفواصل، وبالتالي يكون التابع الزمني X يساوي V صفر في T، وهي العلاقة مثلا نرمزها بالرمز واحد. نعيد أو نرمزها بالرمز اثنين، وهي العلاقة هنا واحد. نعيد إسقاط العلاقة واحد على المحور واي وفتحة. إذن بإسقاط العلاقة واحد على المحور واي واي فتحة، بالإسقاط على محور واي واي فتحة، لاحظ عزيزي الطالب أن FE جهة FE منطبقة على المحور واي واي فتحة، إذن وبالتالي المسقط FE، مسقط FE شعاع هو نفسه FE يساوي M في AY. إذن هنا التسارع موجود وهو ثابت، نعيد استنتاجه، كتلة هي كتلة الإلكترون هي ME، AY نعوض FE القوة الكهربائية هي E في E، الشحنة الإلكترون في الحقل الكهربائي يساوي ME في AY، وبالتالي AY يساوي E في E على ME. أيضا نعوض E هي U، ولدينا الحقل الكهربائي يساوي فرق الكمون بين اللبوسين المكثفة على D البعد بينهما، فيكون لدينا التسارع AY يساوي E في U على ME في D، تشبه العلاقة التي استنتجناها قبل قليل. من هنا نستنتج أن التسارع ثابت، وبالتالي الحركة مستقيمة متغيرة بانتظام. إذن الحركة مستقيمة متغيرة بانتظام. بما أن الحركة مستقيمة متغيرة بانتظام نعوض في توابعها أعزائي الطلاب، لدينا فقط تابع المطال، إذن لإيجاد تابع المطال، إذن تابع المطال بشكل العام هو واي يساوي نص A في T مربع زائد V صفر على الواي T زائد واي صفر. السرعة الابتدائية أعزائي الطلاب هي أفقية، أي مسقطها على واي معدوم، وبالتالي V صفر على الواي صفر، إذن V صفر على الواي يساوي صفر. ليش؟ لأنه السرعة أفقية، إذن لا يوجد سرعة ابتدائية على محور واي صفر. وأيضا نفترض أنه المبدأ المحور وايات هو من الصفر، أي أن واي صفر يساوي صفر، فيكون لدينا واي يساوي نص A بT مربع فقط، إذن واي يساوي نص A في T مربع. نعوض A من هذه العلاقة أعزائي الطلاب، إذن يصبح لدينا واي يساوي نص الـ A، التسارع هو E
في يو على ام اي في دي في تي مربع. ندعو هذه العلاقة العلاقة 3. لإيجاد معادلة حامل المسار نحذف الزمن من العلاقتين 2 و 3، أي نوجد من العلاقة 2 الزمن ونعوضه في العلاقة 3. إذن لإيجاد معادلة حامل المسار من العلاقة 2 نجد العلاقة 2 هي x تساوي v صفر بt، إذن t يساوي x على v صفر. نعوض في العلاقة 3، إذن y يساوي نص في e في u على m e في d ضرب t مربع. t مربع هي أعزائي الطلاب هي x على v صفر وللتربيع. نعيد ترتيب هذه العلاقة، يصبح لدينا y يساوي e في u على 2 m e في d ب v صفر مربع مضروب في x مربع. تبين هذه العلاقة أن y يساوي ثابت في x مربع، وهي علاقة قطع مكافئ، وهي علاقة جزء أو قطع جزء من قطع مكافئ، أي أنه يرسم الإلكترون أثناء مروره داخل الحقل الكهربائي يرسم لدينا هذا القوس من قطع مكافئ. لنجعله يمر بشكل مستقيم هنالك عدة طرق، يمكن تطبيق حقل مغناطيسي معاكس أو تطبيق حقل إلكترون حقل كهربائي معاكس، ولكن إذا ترك الإلكترون يتحرك ضمن حقل ضمن هذا الحقل بهذا الشكل فإنه لن يمر بشكل مستقيم، إنما يرسم لدينا قطع مكافئ. إذن درسنا الحالتين أعزائي الطلاب، الحالة الأولى أن يكون الإلكترون يمر موازي للحقل الكهربائي، والحالة الثانية أن يمر عمودي على الحقل الكهربائي. بهذا نكون قد أنهينا الدرس، نلقاكم في دروسنا القادمة بإذن الله.